أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لما شهدته التصفيات التأهيلية لمنافسات بطولة أقوى رجل خليجي من تفاعل ومشاركة واسعة من قبل الشباب بدول الخليج. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الهدف من إقامة البطولة هو دعم الشباب والرياضة في المنطقة. جاء ذلك بعد ختام المرحلة الأخيرة من التصفيات التي نظمتها اللجنة المنظمة لبطولة أقوى رجل خليجي بمجمع السلطان قابوس بوشهر، حيث شهدت إقامة ثلاثة ألعاب وهي رفع الجذع ومشية الفلاح ورفع السيارة، والذي تأهل منها أصحاب المراكز الأولى إلى المرحلة النهائية من البطولة. قال سموه سعداء بما شهدته مرحلة التصفيات المؤهلة لمنافسات بطولة أقوى رجل خليجي والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من تفاعل كبير ومشاركة واسعة من قبل الشباب الخليجي، والذي أثمر عنها تأهل 15 متسابقا للمرحلة النهائية من البطولة، والتي ستقام تحت شعار التحدي الخليجي يوم 10 أبريل المقبل بالساحة المقابلة من حلبة البحرين الدولية. تابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: نهدف عبر مبادراتنا الرياضية في تعزيز جهود وإسهامات مملكة البحرين لدعم الشباب والرياضة على المستوى الخليجي، كما ونهدف من خلال النسخة الأولى لبطولة أقوى رجل خليجي لدعم هذا النوع من الرياضات على مستوى منطقة الخليج العربية عبر تهيئة الأجواء المثالية للشباب الخليجي من أجل ممارسة هذه الرياضة، والتي ستنعكس بصورة إيجابية على صقل مهاراتهم وقدراتهم على الشكل الذي يساهم في تكوين قاعدة من شباب المنطقة على مستوى هذه اللعبة، ليكونوا قادرين على تمثيل الرياضة الخليجية بالصورة المشرفة في مثل هذه البطولات على المستوى الدولي. أضاف سموه: نحرص دائما على أن نسخر مبادراتنا المختلفة لدعم الجانب الإنساني من أجل تنفيذ توجيهات سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لمواصلة الجهود في تقديم الرعاية وتهيئة المناخ الملائم لكافة الفئات الإنسانية بالمجتمع. وفي هذه البطولة وجهنا أن يخصص ريعها لدعم إخواننا من مرضى السرطان، وذلك بهدف الوقوف إلى جانبهم داعين الله العلي القدير أن يشفيهم وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية. ختم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائلا: نتطلع أن تشهد النسخة الأولى من بطولة أقوى رجل خليجي لإثارة والحماس والتشويق من قبل المتسابقين، متمنين لهم التوفيق والنجاح في هذا التجمع الرياضي الخليجي. نحن سعداء اليوم بمشاهدة هذه التصفيات المؤهلة لبطولة أقوى رجل خليجي اللي إن شاء الله سوف تستضيف مملكة البحرين. طبعا هذه البطولة تحظى باهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس اللجنة الأولمبية، وطبعا مملكة البحرين دائما سباقة في احتضان مثل هذه البطولات، ولأنها أول بطولة إن شاء الله خليجية. هذه فكرة جيدة للشباب. اليوم شاهدنا من الشباب العماني متحمس ومشارك في هذه التصفيات. نتمنى إن شاء الله لكل الفرق التوفيق والنجاح، ونتمنى إن شاء الله يكون يعني التنظيم في البحرين يكون يعني يكون التنظيم المتميز اللي دائما مملكة البحرين عودتنا في مثل هذه البطولات، ونتمنى إن شاء الله النجاح للبطولة. طبعا هذه التصفية الآن تقام في سلطنة عمان بمشاركة عدد من الرياضيين العمانيين في القوة البدنية بصفة خاصة. أنا أظن هذه مبادرة جيدة لشبابنا الخليجي لتعطيهم فرصة أخرى للمشاركات المحلية والمشاركات الخارجية. اليوم تبين لدينا أن مجموعة من الشباب العماني استطاعوا أن يحققوا أرقام جيدة في هذه البطولة. طبعا الإخوان الذين تأهلوا سوف يتنافسوا في مملكة البحرين اللي هي سوف تجمع جميع مجلس التعاون. بيكون تجهيزي أقوى وأقوى، انتظروني في البحرين.
ان شاء الله بيجي بمستوى جبار اكثر. هذه اللعبه يعني جديده علينا، نحن كنا نمارس باور ليفتنج، بس باور ليفتنج ما في ستامينا، ما في تكنيك، ما في يعني مثل قوه هذه اللعبه سترونج مان. فشكرا، شكرا جزيلا، وان شاء الله ترقبوني في البحرين.